السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. طولت عليكم شحال هذه، ما بقيت نزلت شي فيديو، كنعتذر منكم، لكن لشي ظروف خارجة عن إرادتي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غنوجد معكم شوربة أو لا سوب ديال اليقطين أو لا القرعة الحمراء، اللي صحية وعندها منافع كثيرة، كتجي لذيذة بزاف. نتمنى أنها تعجبكم. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة ديال التحضير. أول حاجة بالنسبه للمكونات، غادي نحتاج بطاطا واحده، حبه واحده من البطاطس، عندي حبه واحده من الجزر او خزوه واحده، وعندي حبه واحده من البصل. بالنسبه للمكون الرئيسي اللي هو اليقطين او القرعه الحمراء، عندي نص كيلو ديال القرعه الحمراء. هادو هما المكونات، سهلين وبساط وفي متناول الجميع. اول حاجه غادي نبدا نقي هذيك الخضر اللي عندي، ناخذ ديك الخزوه او الجزر نقيها. صراحه البنات راه جات لذيذه بزاف، وكيف شفتوا راه اقتصاديه، ما فيهاش كثره التعقيدات ولا كثره المكونات. وفي هذا البرد وهذا الشتي ولا اللي يعطيها لينا على قد نفع ان شاء الله، كنحتاجوا شي حاجه اللي سخونه تسخن لينا الدات ديالنا، يعني غير الشوربه والحسوه والحوايج اللي سوائل كيجيونا مزيانين. غادي ناخذ هذيك البطاطا حتى هي غادي نقيها. هنا البنات يمكن ليكم اللي ما بغاتش دير خيزو دير جوج حبات ديال البطاطا، واللي ما بغاتش دير البطاطا دير جوج حبات ديال الخيزو، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنا حاولت انني نوع، درت حبه حبه صافي. نقيتهم غادي نغسلهم ونحطهم على جنب، وناخذ هذيك القرعه حتى هي، نحيد لي هذيك القشره ديالها اللي الفوق. صراحه كتجي لاصوب ديالها زوينه بزاف، ولاننا استعملنا الكميه الاغلب اللي هي القرعه، كتعطي داك اللون لورونج ديالها بدون ملونات بدون نكهات، كتجي يا سلام، راه غادي تعجبكم وتعجب حتى الوليدات، خصوصا الوليدات الصغار هكا اللي باقي ما دخلناش ليهم الماكله. هذه راها صحيه صافي. هنا من بعد ما نقيت القرعه نحيد ليها الا كان عندها شي هاد الزريعه في الوسط ولا هذا، وحتى هي نغسلها ونحطها في الجل. غادي ناخذ واحد القطاعه ولا قراده هكا ونبدا نقطع هذيك القرعه ديالي. انا نقطعها على شرائح طوليه، عاد غادي نبدا نقطعها مربعات باش تجيني سهله دغيا يدخلها الطياب. يا اصلا القرعه راه معروف على دغيا كطيب، راه في الكسكسو تقريبا اخر حاجه كنديرو هي القرعه. صافي غادي نقطعها مربعات صغيره بنفس الطريقه، غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي غادي ناخذ هذاك الخيزو ولا الجزره حتى هي غادي نقطعها دوائر، يعني هنا تقريبا راه المكونات اللي دغيا تيدخلها الطياب ودغيا كتوجد. يمكن لك تستعمليها كطبق مرافق للطبق الرئيسي ديالك. حتى ديك البطاطا حتى هي خديتها وغنقطعها حتى هي، نقسمها شرائح طوليه ونعاود نقسمها في العرض. بالنسبه للبصله حتى هي غادي نحاول انني نقطعها مربعات صغيره. يمكن لكم البنات تستعملوا حتى البورو، البورو حتى هو زوين كيجي في هذا في الصوبه زوين، وحتى هو مفيد لي غاز. صافي هنا من بعد ما قطعت الخضره ديالي غناخذ واحد الكوكوط اولا كسرونه ولا جميله فاش ما كتبغي طيبي نتيا، وندير اول حاجه ديك البصله اللي غادي نشحرها مع معلقه كبيره ديال الزبده على عافيه مهيله، حتى شويه غير شي شويه ماشي بزاف، كنشحروا البصله ديالنا. هنا البنات ضفت جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه ولا زيت العود، للاسف تقطع لي المقطع، انا مرات كندير بوز باش ما يجينيش الفيديو طويل، فما خدمتش لا فيديو باش تشدات لي هذيك اللقطه. مهم جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه ولا زيت العود. صافي غادي نضيف هذيك الخضر ديالي لهذيك البصله، هنا غنضيفو كلشي دفعه واحده. بالنسبه للتوابل ما غاديش نحتاج بزاف ديال التوابل، غنحتاج جوج ديال المكونات
الملحه، غندير واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه، وكتبقى على حسب الذوق ديالكم. هي راه واخا غنسموها بالملحه، ولكن فاش غنبداو ناكلوها راه كتجينا حلوه زوينه. غادي نضيف رشيشه خفيفه ديال الابزار او الفلفل الاسود، يعني فقط جوج ديال المكونات لا غير. صافي غنميلونجيهم مع بعضياتهم. بالنسبه للماء البنات غادي نضيف الكميه اللي غطيب ليا الخضره، يعني غطيب ليا الصوبه مزيان، وغتبقى عندي شي حاجه قليله فاش نطحنها باش يجيني قوام متماسك. ما نحتاجش انني نضيف غير شويه ديال الماء فاش طيب، ومني نبغي نطحنها تجيني ثقيله نولي نزيد في الماء، لا، ضيفوا الماء الكافي. انا كيف شفتوا هنا راه غطيت على ديك الخضره. ها هي دي واجده ليا، حذفت واحد المقطع لانه بنت فيه، حذفته للاسف ما بغيت. المهم فاش درت هذيك الخضره غطيت على الكوكوط على عافيه مهيله، طابت ليا ما سديتش، غير درت الغطاء باش طيب. كيف شفتوا هي هذه راها في ساعه كطيب، كتولي ديك الخضره خفيفه. تاخذوا الميكسور طحنوها في الكوكوط نيت، يعني في داك الاناء فاش طيبتو، اولا قلبوها خليوها غير شي شويه تبرد وقلبوها في المولينكس وطحنوها على حسب شنو متوفر عندكم. انا ما عنديش الميكسور، طحنت في المولينكس. غادي نديرها بداك الماء ديالي، يعني خويت كلشي في مره في المولينكس، طحنت واحد الطحنه خفيفه لان ديجا الخضره رطيبه ليا مزيان، ما احتاجيتش ولا نقطه ديال الماء زدتها، لان داك الماء فاش طابت بقى ليا تقريبا واحد نص كاس مع ديك الخضره، ما خليتهاش حتى شربات وطحنتها. هي هذه راه كتجينا على هذا الشكل، كتجي خاتره زوينه. بالنسبه للاضافات البنات يمكن لكم تضيفوا الجبن يعني فرماج، اولا تضيفوا كاس ديال الحليب الا بغيتوا تحصلوا على شوربه اللي هي كريميه. هو هذا البنات الشكل النهائي ديال لاصوب ولا الشوربه اللي وجدت معكم اليوم، كتجي خاتره لذيذه بزاف، راه يبغيوها الكبار والصغار، غتعجبكم غير جربوها ان شاء الله. بطبيعه الحال بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما عمرهم جربوا صوبه باليقطين اولا القرعه الحمراء، تزين تبقى اختياري. يمكن لكم تضيفوا هكا شي حاجه ديال عريشات ديال القزبر او رشيشه ديال الفلفل ولا السودانيه، كيبقى لكم الاختيار. المهم هو ان لاصوب ديالنا جات لذيذه وخاطره زوينه، وكيف قلت لكم يمكن لكم تضيفوا كاس ديال الحليب او جوج مثلثات ديال الفرماج باش تجيكم كريميه، ولا تخليوها هكا راه كتجي غزاله. نتمنى انكم تدعموا لا فيديو بالبارطاج واللايك، ولا كنتوا اول مره غتشوفوا قناتي اشتركوا في القناه، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد عندي في القناة. ونعاود نقول لكم بارطاجيو لا فيديو مع الحباب والصحاب ديالكم. خليتكم في امان الله وحفظه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم على قناة اسماء ام عمران، قناتي وقناتكم. بسلام عليكم.